أعلنت مساء يوم الجمعة نتائج انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وكانت كالتالي: بلغت نسبة التصويت في انتخابات النقابة 83%، وهي الأعلى في تاريخ انتخابات النقابة. ركان السعيد نقيباً للصحفيين الأردنيين للمرة الثانية على التوالي بحصوله على 321 صوت من أصل 947 صوت. جمال شتوي بمنصب نائب نقيب الصحفيين الأردنيين، وحظى 9 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين بعضوية المجلس في دورته الجديدة. حول النتائج والخطط نناقشها مع عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاء. صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك وألف مبروك. صباح الخير زميلي رانيا، إليك ولكل مشاهدينك الكرام، صباح الخير والله يبارك فيك. لربما العنوان الأبرز، لماذا لم تفز في هذه الانتخابات أي امرأة؟ يعني وجود زميلتنا في الحبريزات التي ترشحت إلى منصب نقيب المنصب النقيب لأول مرة في تاريخ النقابات الأردنية، أعتقد هو أخذ خطف الأضواء لهذا الاتجاه، وهي حققت نتيجة جيدة وكان لها حضور وكان لها ترأس الكتلة، فهو خطف الأضواء من التركيز من خلال الترشح والانتخاب لسيدة أو لزميلة من ضمن عضوية مجلس النقابة التي كان يحرص الزملاء في كل مجال سابقة أن تكون لا تخلو أي ورقة من انتخاب زميلة على الأقل في تلك الأوضاع، ولكن وجود زميلتنا فلحة يمكن خطف الأضواء بهذا الاتجاه، وذهبت التركيز على أن تكون هناك مجموعة من الزملاء تحديدا، والذين من النائب الحاضر للزميلة فلحة لم تكن سيدات، بالعكس كمجموعة من الزملاء الأفاضل الذين دفعوا باتجاه أن تكون فلحة، زميلتنا فلحة هي أول امرأة تفوز بعضوية نقابة الصحفيين الأردنيين. سيد خالد، اسمح لي أسألك حول نسب وجود الصحفيات في النقابة مقارنة بالذكور، هل هي نسبة عالية وجيدة؟ أعتقد أنه احنا 250 زميل صحفي من أصل 250 زميلة، ممكن نوصل عدد 200 ولا 280، فهي يعني هي نسبة تعكس وجود الزميلات الصحفيات في المؤسسات الإعلامية. نعم العلاقة هي نسبة غير مرضية على الإطلاق. نعم، العلاقة بين المجلس الجديد والحكومة في السنوات المقبلة كيف ستكون؟ يعني بلش الاشتباك مع الحكومة مبكرا من خلال إصرار نقابة الصحفيين على إجراء الانتخابات وعدم الرضوخ إلى لي القوانين التي تجري على أساس الانتخابات أو تأجيلها بناء على تلميحات حكومية بأن الحكومة تذهب باتجاه أو ترسل رسائل على الحكومات أن تؤجل انتخاباتها إلى مواعيدها الرسمية، لكن كان عندنا إصرار من نقابة الصحفيين في المجلس السابق على إجراء الانتخابات، يعني إجراء الانتخابات رغم ما شابه ذلك من بروتوكول صحي متشدد، رغم ما شابه ذلك من مجموعة من المعيقات وضعتها الحكومة، رغم ما شابه ذلك من فتاوى قانونية مختلفة لتفسير النصوص، لأن الانتخابات أجريت على غير موعدها، ولكن هذا الإجراء الاستحقاق سجل في نقابة الصحفيين السبق، وكنا نتمنى هناك 8 أو 9 نقابات مجالسها انتهت مدتها القانونية، ولكنها فضلت للأسف الذهاب بأن تجرى الانتخابات وفقا لمواعيدها الدورية السنوية العام القادم، لكن نقابة الصحفيين أصرت على الإجراء وسجلت سبق، وهذا السبق يسجل لصالح نقابة الصحفيين، وكنا نتمنى أن تقوم. نعم، الصحفي خالد القضاء، كل التوفيق لكم، ونتمنى صحفي أكثر حرية، ونراك في مواضيع أخرى. شكرا جزيلا لك.